هل رؤيا الرسول في المنام بتكون بالجسد أم بالوجه؟ كيف بالجسد أو بالوجه؟ بالجسد والوجه؟ يعني اللي رأى الرسول في المنام في كفن، إنه في الكفن بتاعه زي ما هو، هل كده يكون رأى الرسول ولا ممكن الشيطان يتمثل في صورة زي دي؟ لا، إذا رأى وجه رسول الله وعرف الوجه، يعني إنك تشوفه في الكفن بتاعه في كفنه الأبيض زي ما هو، يعني ما تعتبرش سترى وجهه أو لم ترى وجهه؟ لا وجهه لا، خلاص لم ترى الرسول. جزاكم الله.